أنا ماليش خاص ماليش خاص أنا حماد 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 أنا بحماية الصحفي أنا بحماية الصحفي صح أحلى لايف الليزر عليكم الليزر عليكم الليزر يا غالي حطها بالصندوق والله إنك حقيقي لا خليك قدامي يا عبد الله أنا بحماية شو اسمه أبغى كنت أحطك الليزر أحطك الليزر وقت طلعت من الدرج ضخم عيني بدوك طلعت من الدرج رايح جيت ترى طلعت ماشي لا مش ماشي كنت واحد على الشرايش كنت طلعني وعرض وقتك ودينا رام الله اللي مأسف نصيب وين فتح اللايف انت جميل نصيب وين تبعد تبعد بلا في الزر وجهك انطول ليزر في وجهك روح يلا بجمع بفتح ايده ضويف بتخوى بيبقى ضويف ايده بتخوى. إذن متابعينا الكرام أسعد الله أوقاتكم، نحن الآن متواجدون بالقرب من مخيم قدورة في مدينة رام الله، حيث أن قوات الاحتلال قامت باقتحام المخيم في هذه اللحظات. إذن نشاهد وإياكم عبر البث المباشر من وكالة جي ميديا استمرار لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم قدورة في مدينة رام الله. لا نستطيع الاقتراب أكثر، ولا يوجد معلومات حول نوعية هذا الاقتحام وكمية هذا الاقتحام، ولكن بالتزامن مع هذا الاقتحام قامت قوة الاحتلال بإطلاق القنابل الغازية مسيلة الدموع باتجاه الشبان الفلسطينيين لمحاولة إبعادهم عن هذا المكان، وبالإضافة إلى إطلاق القنابل الصوتية. إذن استهدفت أيضا قوات الاحتلال مستشفى مجمع رام الله الطبي، مجمع فلسطين الطبي أي مستشفى رام الله، بإطلاق كثيف للغاز مسيل الدموع في داخل ساحات وباحات المستشفى. إذن نشاهد وإياكم ما زال الاقتحام مستمر حتى هذه اللحظات. رمالله من بواب الورا انا صحفي يا طه طه نروح من الصبح لسه نفسه شوي انزل حمل الوضيع طب امسك انزل حمل الوضيع يا عم انزل خلينا نطف يا عم انزل حمل الوضيع بك صحب بس للصحب سلم عطوه سيع الله
لا لا روح من السجن هذا. هاي هاي انت من الصغار ها انت هسه معك شرف. هاي سعد هاي سعد الكبير عرض دكتور كنت بشرف شو حكي لك شرف شو بدك تقول؟ 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 شو بدك مع احمد ابو خليل مع احمد ابو لطيف كله ولا شو بدك تسوي والله ما بشوف مش عارف البس بس ايش انا بقى كيف يلبس ولا ما يلبس لا يلبس ليش ما يلبس موجود انا بحب الصحافه والله الصحافه بخدمه الشعب مش الشرطه حبسه بدي اجيب لك حبسه حبيت اني بس بلش لي ضرب صح؟ جد؟ اوه طيب احنا مع الحكومة مع الشرعية يا عمي شايف ما احنا مع الشرعية يا المعركة قلت لك لا يا زلمة اه احكي لك إذا متابعينا الكرام ما زال الاقتحام مستمر لمخيم قدورة في مدينة رام الله والبيرة حيث أن الاقتحام مستمر منذ ما يقارب النصف ساعة يقوم قوات الاحتلال بمنع الشبان من التقدم ومنعنا أيضا من التقدم أكثر
حيث لا توجد معلومات حول ما يحدث الآن داخل المخيم وكيفية الاقتحام وما هي آلية هذا الاقتحام. إذن الاقتحام ما زال مستمر، وبتزامن مع هذا الاقتحام قامت قوات الاحتلال بإطلاق القنابل الصوتية وأيضا غاز مسيل الدموع باتجاه الشبان الفلسطينيين لمحاولة فضهم وإبعادهم عن هذا المكان. ومن ضمن هذا إطلاق الغاز قاموا بإطلاق كثيف لغاز مسيل الدموع في وسط مستشفى مدينة رام الله، مستشفى المجمع الطبي فلسطين الطبي، حيث قاموا بإطلاق الغاز مسيل الدموع في ساحات وباحات المستشفى خلال هذا الاقتحام. إذن الاقتحام ما زال مستمرا لحد هذه اللحظة. أنا كان بس من الصحابة كانت تحكي والله واحد. إذن كما نشاهد إطلاق للقنابل مسيلة الدموع في هذه اللحظات باتجاه الشبان الفلسطينيين. مش على الشبابيك، فوق الأسطيح. والله عندي مشاهدين اكثر منك. شوف جبير، والله انه حقيقي اللايف، والله حقيقي. طلع عندك قديش هاد بيجيب انه كلك اللي بيجيبه هسه، واحد بزت اسد عن كل اللي تجيبه. ها صح كلنا ملك فيري حد جاي علي، ايوه طلع ملك فيري. ولك هيك لازم تروح انت كمان شوي، هات كمامتك والله. رم الله خلك المسيل. شو شايف الجاسوس؟ ليش لك شو الله الله على سمحة لا فيش. يا رمحي يا رمحي يا رمحي والله خلك تمام صح، عشان تعرف ان اخوك حقيقي، اخوك حقيقي. انقر وعد خايف من الاحتلال اقتحم مدينه رام الله، بس ليش خرب محمد ممكن يا خالي. بس وقفوا ثواني، خوف من ضد بعض ضرب روح يا زلمه تعال وعد خايف نور عند خايف عند معلم عند معلم بس دوس انا صح سيبرس سيبرس دبري يا رجال.
إذن متابعينا الكرام، في هذه الأثناء يقوم الشبان الفلسطينيين زمن اندلاع المواجهات ما بين الشبان وقوات الاحتلال إثر اقتحامهم لمخيم قدورة في مدينة رام الله. إطلاق الألعاب النارية باتجاه جنود الاحتلال، حيث أن جنود الاحتلال قاموا بإطلاق القنابل الصوتية والغازية أيضا باتجاهنا، وأيضا قاموا بإطلاق القنابل مسيلة الدموع في ساحات مستشفى رام الله عقب هذا الاقتحام. إذن متابعينا الكرام، قوات الاحتلال ما زالت مستمرة في اقتحام مخيم قدورة في مدينة رام الله. منذ ما يقارب ما يزيد عن النصف ساعة أدهرنا هذا الاقتحام، وقمنا باندلاع المواجهات بين الشباب الفلسطينيين وقوات الاحتلال، لتقوم قوات الاحتلال بإطلاق كثيف للغاز مزيل الدموع والقنابل الصوتية، بالإضافة إلى أنها استهدفت مستشفى مدينة رام الله في القنابل بسيلة الدموع، حيث قامت بإطلاقها بكثافة في باحات ومرافق مستشفى مدينة رام الله. إذن الاقتحام ما زال مستمرا، لا نستطيع الاقتراب أكثر من هذا المكان بسبب قوات الاحتلال لأنها تقوم بإرجاعنا. إذن متابعينا الكرام، متابعين وكالة جي ميديا، ابقوا معنا، دمتم في أمان الله.